في إطار سعي التلفزيون الأردني لتقديم الأفضل للمشاهدين، استطلعت كاميرات التلفزيون آراء المواطنين في مختلف مناطق المملكة حول أداء الشاشة المحلية وما تقدمه لهم من أخبار وبرامج. تجولت كاميرا التلفزيون في محافظة عجلون واستمزجت آراءهم على أن يتم تباعاً استطلاع آراء المواطنين في باقي المحافظات في الأيام المقبلة إن شاء الله. بتمنى أول شيء كل عام وأنتم بخير للتلفزيون الأردني، إنه بفضل إنه يعني أتابع من أكثر متابعين للتلفزيون الأردني لأنه برامجه متنوعة وجيدة. بفضل إنه زيادة في البرامج الاقتصادية حتى يعني شوي إنه نتشجع ونتعرف على تخصصنا أكثر، خاصة إنه أنا من كلية الاقتصاد وإدارة المال والأعمال في جامعة عجلون. أحب أقول كل عام وأنتم بخير للتلفزيون الأردني والشعب الأردني، وبحب أنا بحب قناة الأردنية لأنها بتنقل الهم الوحيد، هي الوحيدة اللي بتنقل الهم الأردني. أنا بحكي كل عام وأنتم بخير للقناة الأردنية، وبهنيهم على العرض وعلى الديزاين تبع القناة وعلى كل شيء بيتعلق، لأنهم هم اللي بينقلوا الصورة الصحيحة والصورة صورة المواطنين، وبنقلوا كل شيء بيتعلق بالمواطن. واتمنى انها تزيد البرامج اللي بتخص السياحة والآثار داخل محافظة عجلون حتى نجذب السياح على محافظة عجلون. بس بظل انه لازم تخش وتحتك بالمواضيع بشكل أدق وتعير اهتمام للمحافظات اللي بتبعد عن العاصمة مثل عجلون، جرش، اربد، القرى، لازم انه يكون في اهتمام للحدث والحدث الواقع اللي بيصير داخل هاي المحافظات، شو بتعاني، شو في عندها ايجابيات، شو في سلبيات. يعني لازم قناة تلفزيونية تبث مباريات النادي، يعني النادي الفيصلي، نادي الوحدات، النادي المشهور بالاردن، يعني ما في قناة مخصصة لهذه المباريات. فنطالب يعني تلفزيون اردني ان شاء الله يطول بعمر جلالة سيدنا ويوفر لنا القنوات هذه ان شاء الله. ان التلفزيون بدأ يستعد عافيته من جديد في هذه الفترة بعد ان كان في فترة ركود خلال الفترة الماضية. نرجو من التلفزيون والقائمين عليه الاهتمام بالمحافظات والاهتمام بالخدمات التي تقدم لهم ونقص الخدمات وذكرها للمواطن امام الرأي العام. ثانيا الاهتمام بالمسلسلات البدوية واعادتها الى حيز الوجود بعد ان كان التلفزيون الاردني هو المسيطر الوحيد على هذه المسلسلات. ونتمنى من التلفزيون الاردني التركيز على البرامج التي تهتم بقضايا الشباب، التركيز على البرامج التي تهتم بالاسره وقضايا المراه. بطلب من التلفزيون الاردني يزود لنا البرامج اللي بتهتم بالاسره والطفل بالدرجه الاولى، والبرامج الثقافيه اللي بتخدم الشباب على مستوى اعمارهم. ولكم مني كل التحيات من عجلون الحلوه لكل الاردن. بطلب من التلفزيون الأردني يزيدونا برامجنا التراثية التعليمية، يزيدوا البرامج المحافظات تكون على مستوى أكثر، يدخلوا بالمحافظات، يدخلوا بالقرى الموجودة بالمحافظات، يتعمقوا فيها ويعرفوا أجواء المناطق أكثر، وتكون في أجمل وأحلى مناطق من موجودة بالمدن كمان.